الواقع حاجه ارتيزانات زعما هاك اللي ريحه هذاك عيد نخا هاك يا مشريت انا جبيب للروح اي خاطر نحب نلبس حاجه تونسيه خاطر يجونا لي زيفينمون توينسا يجيبونا حاجات تونسيه على خاطر نحبكم برشا ونحب تونس برشا وربي يخلينا تونس وربي يحميها هالبلاد البيزيانه الباهية اللي نبدو كل عام نتوحشوها ونشجعوها ونطلعوا عليها. خرجت من كندا خرجت في خدمه ليه راجلي هزني فالينا راجلي هزني كان باش نجيو مونريال فرونسي الكيبيك بلوتو كان بروفانس واحده اخرى لونجلي ما تجيبوا حتى شيء برشا معاكم جيبوا جوست الكسكسي والحمسه خاطر كل شيء موجود الغادي ما تخافوش حليب الغولة موجود تراي كاينك في تونس تستعمل في الدنيا نخدم 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 مش هنا في تونس نخدم البرة وقت اللي نقولوا الواقع التونسي وانتي جيتنا من بلاد البرة وبلاد الخارج شنو تحب تقول الواقع حاجة ارتيزانات زعما هاك اللي ريحة هذاك هاي شي باش نقولك شو شريت شريتها هيا عين عين زرقاء هاك عين زرقاء علي خديتها عين الزرقاء العين الزرقاء ولا شريتها لصحابي اما شريتها انا جبيب للروح اي خاطر نحب نلبس حاجة تونسية خاطر يجونا لي زيفينمون توينسا يجيبونا حاجات تونسية على خاطر قداش عندك متغربة؟ تسعة سي العام تجي ولا لا؟ والله روحت في فيفري وزدت روحت تو عندي عرس خويا على ذاك علاش؟ الله مبروك عليكم شنو حاجتك اللي كيف متبدلت في البداية؟ تو في بنزرت مادامنا في بنزرت خلينا نحكي شوية على بنت والله فيك شي تمسك على كيما خليتها هي نعمل فين هي بي العقلية والله هي ثمنها ما جيد حق نتاع ربي تو كيما البارح مشيت للطبيب معناها با با رونديفو تو انا رونديفو نتاعي ما عامله رونديفو قبل بنهار لا 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 انا باش ندخل انا باش ندخل شي معناها يجي قبل بنهار وتدخل قبلي علاش كيفاش مولا ان نحترموا بعضنا الاولويه للمراه وكل شيء حكيت معها شقد خلي لي انا هنا هنا قبلك كيفاش انت قبلي انا راني خديت رونديفو بالبارح لا 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 مريض بيل عايف قولي عاي بي اول أدل. والله حوست اليوم بركة ونج حوست من سيدك كعبور في الليلة ما نعرفوش حاج ما حوستش اليوم ويجيت والله اليوم وانا حوست وين طليت حين عمل دورة والله حد لهنا للسوق هكاو حدك حد للسوق هكاو ايش تحب تقول للناس اللي حد نحب نقول لكم نحبكم برشا ونحب تونس برشا وربي يخلينا تونس وربي يحميها هالبلاد البيزيانة الباهية اللي نبدو كل عام نتوحشوها وبشجوها ونطلعوا عليها وصحابك تهزلهم الكادوات يفرحوا بهم على الاخر ما تتصورش قديش قولوا جيبوا لنا جيبي لي معاكم الشالو خاطر نحن في كندا عنا كان البرد نعيشوا كان في البرد ستة شهور مش تي مش شوية هاي وتويك على كندا الناس كل قاعده تحكي على كندا كندا والناس خايفه من البرد تنصح العباد تمشي لكندا اي برو الكندا وربي معاكم وربي فرح كل واحد وانا مانيش كنت شيء هذاك اما جوست بركه ما تخافوش من الثلج راهو عادي هنسألك على حاجة شو تدخل شوية في خصوصيتك خرجت لكندا خرجت في خدمة ليه راجلي هزني فاليناش راجلي هزني راجلي هزني يعطيك صحة مدى قولهم باي 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 ما تخافوش من كندا ما تخافوش من كندا يجيوا لكندا ويجوا تتلقوا شنو ما تنصحها مدى في كندا للناس اللي تبيك عملت لكونت خامتيهم يحبوا يمشيوا لكندا ويخدموا جيبوا ما تجيبوا حد شيء برشا معاكم جيبوا جوست الكسكسي والمحمسة خاطر كل شيء موجود الغادي ما تخافوش حليب الغولة موجود تراي كاينك في تونس واللونغ اللونغ فرونسي انجلي معناه منكم مش فرون اي فوالا طبعا اهم حاجه فيكي ولا ما اهم حاجه اهم حاجه تحكوا فرونسي انجلي كان باش تجيو مونريال فرونسي الكيبيك بلوتو كان بروفانس واحده اخرى هي الانجلي شكرا يعطيك صحه